Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. موضوع درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى خصائص العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، لأنك إذا عرفت خصائص الشيء فإنه بذلك يظهر لك فضله وابتداء ما معنى الخصائص؟ خصائص الشيء هي التي أو هي الصفات التي تميزه عن غيره. خصائص الشيء هي الصفات التي تميزه عن غيره وتفرده وتظهر فضله على غيره. إذن خصائص الشيء هي الصفات التي تميزه عن غيره وتفرده وتظهر فضله على غيره. فمثلا خصائص القرآن، كل ما يتميز به القرآن الكريم من كل وجه عن الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية وسائر الكتب السماوية وكلام البشر. نقول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أي الفضائل والمعجزات التي يتميز بها وينفرد بها عن سائر الأنبياء والبشر. خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، أي ما تتميز به عقيدتهم ويثقلون بها عن غيرهم مما ينفردون به في التلاقي والاستدلال وفي العمل والتطبيق وفي السلوك والأخلاق. اكتبوا هذا المعنى لأنه سيبقى معنا إلى نهاية هذا الفصل إن شاء الله تعالى. إذن خصائص عقيدة أهل السنة، ما يتميز به أهل السنة والجماعة، وما يفطرون به عن غيرهم، مما ينفردون به في التلقي والاستدلال وفي العمل والتطبيق وفي السلوك والأخلاق. وبالمناسبة هذا العنوان الذي معنا الآن، يعني خصائص عقيدة السنة والجماعة، كتب فيه الكثير. وهنا حاول المؤلف يعني حفظه الله تعالى أن يجمع لنا قدرا كبيرا من هذه الخصائص. نعم، من يقرأ؟ تفضل. ما اسمك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه، آمين. الفصل الثاني، خصائص العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة. للعقيدة الإسلامية المتمثلة في عقيدة أهل السنة والجماعة خصائص عديدة لا توجد في أي عقيدة أخرى، ولا غرض في ذلك ولا غرض في ذلك.
إذ أن تلك العقيدة تستمد من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، إذا العقيدة الإسلامية يعني لفظ عام، ولكن تبين لنا بما درسنا أن العقيدة الإسلامية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالوحي. وسيظهر لنا المزيد إن شاء الله تعالى في هذا الفصل في بيان خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال العقيدة الإسلامية المتمثلة في عقيدة أهل السنة والجماعة خصائص عديدة لا توجد في أي عقيدة أخرى. كيف نعرف ذلك؟ لما نقرأ هذه الخصائص ونقارنها بالعقائد الأخرى، سواء كان من العقائد ممن ينتسبون إلى الإسلام من أهل القبلة، من أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية والصوفية وغيرهم، أو حتى الأديان أو العقائد الأخرى الخارجة عن الإسلام. قال خصائص عديدة العقيدة، خصائص عديدة لا توجد في أي عقيدة أخرى، ولا غرض في ذلك يعني ولا عجب في ذلك. لماذا؟ لأنها تستمد من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحن عرفنا أننا من أين نأخذ عقيدتنا؟ من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذا الجواب هو عنوان كتاب من؟ الإمام اللاذقياني رحمه الله تعالى. ما اسم الكتاب؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لابد أن نحفظ هذا، لابد أن نحفظ هذا. وأول خصيصة أو بدأ بها أو أول خصيصة بدأ بها المؤلف هنا هي سلامة المصدر التلقي. سلامة المصدر التلقي، وهو ما يعني مر معنا سابقا وذكرناه والآن أيضا يتكرر معنا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال حفظه الله تعالى: ومن تلك الخصائص ما يلي: أولا سلامة مصدر التلقي، وذلك باعتمادها على الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، فهي مستقاة من ذلك النبأ الصافي بعيدا عن كثر الأهواء والشبهات. وهذه الخصيصة لا توجد في شتى المذاهب والملل والنهج غير العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة. فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. أما الصوفية فمصدر التلقي عندهم هو الكشف والإلهام والحدس والرؤى والمنامات. أما الرافضة فمصدر التلقي عندهم ما يزعمون أنه موجود في الجحر وما يقوله أئمتهم. أما علماء الكلام ومصدر التلقي عندهم هو العقل. أما سير المذاهب الفكرية والاتجاهات الباطلة كالشيوعية والعلمانية فإنها تعتمد في تقرير مبادئها على زبالة أفكار المنحرفين ومحاده ونحاتة أذهان الكفرة والملحدين الذين يحكمون أهواءهم وشهواتهم في عباد الله. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي بحمد الله سالمة مسلمة من هذا الدجل والزيف. نعم، سلامة مصدر التلقي. عرفنا أن معنى التلقي أي من أين يتلقون عقيدته، من أين يتلقون عقيدته. أهل السنة كما ذكر قبل يعتمدون على كتاب السنة وإجماع السلف الصالح، وإجماع السلف الصالح. ومن هنا يعني مر معنا في مسميات أهل السنة أن يقال سلفي، يعني ينتسب للسلف، وهو يتميز بهذا عن غيره، يتميز بهذا عن غيره.
قال هي مستقاة من ذلك النبع الصافي بعيدا عن كدر الأهواء والشبهات. هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة لا يشعر بها كثير من الناس، ولكن كما يقال وبضدها تتمايز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. إذا نظرنا في شتى الأديان سوى الإسلام، وإذا نظرنا في الفرق داخل الإسلام نرى الفرق واضحا. فبدأ المؤلف هنا حفظه الله بذكر اليهود والنصارى، وطبعا اليهود والنصارى لم أن يذكروا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أنهم على دين صحيح، وأنهم يتبعون، اليهود يتبعون ما جاء به موسى عليه السلام، وأن النصارى يتبعون ما جاء به عيسى عليه السلام، ولكن في حقيقة الأمر هم حرفوا وبدلوا. ففي مصدر التلقي وهو الشاهد هنا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأنتم تعلمون أن اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ليس مع ذلك أنهم يعبدونهم يصلون ويسجدون ويركعون ويصومون، لكن بماذا كانت عبادتهم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي بن حاتم رضي الله عنه فقال أليسوا يحلون الحرام فتطيعون أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال نعم. قال أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. ومن صور أنهم اتخذوهم يعني أربابا وآلهة أنهم كانوا يحرفون الكتاب فيكتبونه بأيديهم، كما أخبر الله عز وجل في كتابه، كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. فإذا كان مصدر الترقي الذي يتلقون منه العقيدة، يتلقون منه الأحكام والشريعة، كتابه الأحبار والرهبان، فماذا سيكون؟ هل سيكون معصوما؟ هل سيكون وحيا أم سيكون كلام بشر؟ لا شك أنه سيكون كلام بشر. وهل كلام البشر يلتقي إلى كلام رب البشر؟ لا يمكن. هل كلام البشر معصوم؟ لا. ولذلك وقعوا في التناقض، وقعوا في التناقض، فتجد في إنجيل ما ليس في إنجيل آخر، قل هذه سياسة، لكن تجد في إنجيل ما ينقضه الإنجيل الآخر، هذا يثبت وهذا ينفي. لماذا؟ هل لو كان من عند الله فيه يكون فيه تناقض؟ لا. ولذلك قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الصور من صور إعجاز القرآن الكريم، تكون فاعلة من صور الإعجاز أن القرآن الكريم كم سنة هو يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 عاما. 23 عاما يتنزل القرآن ولا يوجد فيه أي نقص، ولا يوجد فيه أي خلل، ولا يوجد فيه أي تناقض. فهذا أكبر دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو كتب أحدنا كتابا لو من 50 صفحة، ألا كتب بحثا من 50 صفحة، يبدأ يكتب ويكتب ويكتب، ثم يقدم هذا البحث مثلا للمناقشة، وهذا نجده كثيرا في رسائل الدكتوراه والماجستير، تجد من الانتقادات يقول المناقش للطالب أنت ذكرت في أول الكتاب كذا ثم ذكرت في آخر الكتاب كذا. نعم صحيح. فيجد نعم هذا تناقض، إما أن تأخذ هذا الرأي وإما أن تأخذ هذا الرأي. لكن أنا البشر بطبيعتهم النقص والنسيان، يكتب ينسى ما يكتب، فيأتي بما ينقض ما كتبه في الأول،
ولكن القرآن لم ينزل مرة واحدة، نزل في 23 عام، في 23 سنة، ومع ذلك لا يوجد فيه أي تناقض ولا أي نقص. أما ما كتبه اليهود بأيديهم والنصارى بأيديهم فتجد فيه التحريف والنقص والزيادة وإلى آخره، حتى بلغ أنك تجد تقرأ في بعض النسخ في الإنجيل طبعة مزيدة ومنقحة. أنتم تقولون كلام الله، طب هل كلام الله من الذي يزيد في كلام الله؟ منقحة إيش المنقحة؟ يعني هناك أشياء تحذف. نحن في القرآن الكريم لو حركة، ليس حرف ليس كلمة، لو حركة تغيرت تكتشف وترد ولا تقبل. فما لك بتغيير يعني الجزء الأكبر من كتبهم؟ فإذا مصدر الترقي عندهم مصدر محرف. ثم قال المؤلف أما الصوفية، انتقل إلى الفرق الإسلامية. أما الصوفية فمصدر الترقي عندهم، طبعا قبل أن نكمل، هل الصوفية فرقة واحدة أو فرقة؟ هل الصوفية فرقة واحدة أو هي فرقة؟ فرق، كل الفرق فرق، الصوفية تحتها أكثر من 30 فرقة، الرفاعية والنقشبندية والشافعية والجشتية وإلى آخره. المعتزلة يعني كما ذكرت لكم سابقا، أولا أذكر أن البغدادي قال قد انقسمت الفرقة المعتزلة إلى أكثر من 20 فرقة، كل فرقة تكفرها. افتح أي كتاب في كتاب الفرق، انظر إلى فرق الخوارج، انظر إلى فرق الروافض، وكل ما تكفر يكفر بعضها بعضا. الآن نفس الشيء الصوفية، تجد هذه شاذلية، رفاعية، نقشبندية، جشتية إلى آخره. هل ممكن أن ينتقل المريد يعني بالمسمى عنده؟ طبعاً المريد بالمسمى الصوفي ليس المريد بالمعنى البهاسة، مريد بالبهاسة طالب، أليس كذلك؟ لا، المريد هذا اسم خاص عند الصوفي، الشيخ والمريد. هل المريد يعني يستطيع أن ينتقل من هذا الشيخ إلى شيخ آخر؟ طب هذا صوفي ولا صوفي؟ لا، عندهم هذا يخرج من الملة، هذا يخرج من الملة. لماذا؟ لأنهم متفرقون. طيب، ما مصدر التلقي عند الصوفية؟ الكشف. إيش معنى الكشف؟ يعني يكشف له ما وراء الحجاب، وذلك بعض المشايخ من الكشف عندهم أنه يطلع على اللوح المحفوظ، يكشف له اللوح المحفوظ. الله أكبر، هذا لم يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحدث لي يعني من هو دونه؟ لكن هم يقولون هذا ويعتقدون. الإلهام، الإلهام يعني شبيه الوحي، إما أن يكون بنزول جبريل عليه السلام، وإما أن يعني يقذف في يعني نفس الإنسان. الحدس يعني الشعور والإحساس، يعني تأتي مسألة مثلا حلال وحرام، يقول يعني حلال، إيش الدليل؟ ما في دليل، هكذا وقع في نفسي أو هكذا خمنت. الرؤى والمنامات، دينهم مبني على هذه الأشياء، يكون الإنسان نائم فيرى شيئاً ثم يصبح يحدث به وكأنه وحي، أو تحدث مسألة ثم يتوقف فيها مثلاً الشيخ ثم ينام ثم يستيقظ، جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي افعل كذا وكذا، أو حكم هذه المسألة كذا وكذا. فحقيقة هذه المصادر طبعاً لا حتى كتاب السنة، لم يأخذوا المصدر في العقيدة من كتاب السنة، وإنما أخذوا من هذه الأشياء. فحقيقة هذا الأمر أنهم بدلوا الكتاب السنة،
وأنهم سينحرفون عن الكتاب والسنة لا محالة، ولن يحكموا على الصراط المستقيم. فهنا انحراف، طبعا الكلام عن الصوفية وانحرافهم وأسسهم كثير جدا، لكن نتكلم باختصار. ننتقل إلى الرافضة. الرافضة بينهم وبين الصوفية شبه كبير، بينهم وبين الصوفية شبه كبير، ويفتقرون في أشياء. من هذه الأشياء مثلا الرافضة مصدر التلقي عندهم ما يزعمون أنه موجود في الجفر، وما يقوله أئمتهم. هل سمعتم بالجفر من قبل؟ هذا الجفر كتاب، لكن ليس كأي كتاب، هو في أصله يقولون طبعا يزعمون، وهذا كذب غير صحيح، أن علي رضي الله عنه كتبه على جلد ماعز صغير. الماعز الصغير يسمى في اللغة العربية جفر، الكامبين الصغير في اللغة العربية يسمى ايش؟ جفر. وأنتم تعلمون أن الجلود كان يكتب عليها قديما بعد أن تدبغ، فيكتب عليها. فزعموا أن علي رضي الله عنه سمع ملكا وهو يحدث فاطمة زوجه بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وأخذ يكتب ويكتب ويكتب ويكتب، وقالوا هذا الجفر الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام فيه نبأ وخبر المستقبل. طبعا موجود في كتاب، موجود في موضوع في كتاب، لكن أصله كذب، والذي كتب فيه كذب، ولا تصح نسبته لعلي رضي الله عنه. وهذا ذكره من قصة المصحف فاطمة. تعرفون قصة مصحف فاطمة؟ ذكرها الكليني في كتابه الأصول الكافية في الجزء الثاني. يقول طبعا باختصار الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي حزنت فاطمة رضي الله عنها حزنا شديدا، فأرسل الله إليها ملكا يسليها، فكان يأتي ويحدثها وهي تسمع. فانتبه علي رضي الله عنه إلى أنها، فقالت هذا ملك يحدثني. فقال إذا جاء الملك فأخبرني. فلما جاء الملك أخبرته، فالملك يتحدث وعلي يكتب، فسمي بمصحف فاطمة. وقالوا هو يعني ضعفي مصحفكم أنتم يا سنة. وهذا الكلام كله موجود في الكتاب، رواية واحدة كلها. مصحف فاطمة ضعفي مصحف أهل السنة، وهو يتكون من 18,000 آية. ثم يقولون أما إنه ليس فيه حلال ولا حرام، ولكن فيه خبر ما يكون إلى قيام الساعة، وهذا أيضا كله من الكذب. طب أين مصحف فاطمة؟ نريد أن نرى، نريد أن نقرأ يعني ما فيه. فقال مصحف فاطمة مع الإمام المهدي الذي دخل السرداب قبر تحت الأرض ولم يخرج إلى الآن، وسيخرج في آخر الزمان. طبعا هذه أيضا كلمة جديدة، لا يوجد يعني شخص اسمه محمد بن الحسن العسكري المهدي، لأن الثابت أن الحسن العسكري توفي ولم ينجب، لم يعقب، لم يكن له ولد. طب لا يجبتم بهذا الولد؟ اختراع، مثل دينهم كله اختراع، لا ينبغي لا على الكتاب ولا على السنة. يخرج هذا الذي يضع العلم الصدام ويبدأ يحدثهم ويكلمهم ويحلل لهم ويحرم ويفعل، وهم يقولون سمعنا الله، الله المستعان. فدين الرافضة مبني من أساسه على الكذب.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم رمتها كلها، لا يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بخاري ولا مسلم ولا غيره. فالقرآن تعبر، ولذلك الرافضة والصوفية من الفرق الباطنية. لماذا تسمى فرق باطنية؟ لأنهم يقولون بأن الدين له ظاهر وباطن، التفسير القرآن له ظاهر وباطن. ما الظاهر؟ الظاهر هو الذي تفهمونه أنتم أيها العامة، يسمونه العامة، والباطن الذي يفهمونه هم ما شاء الله. ولذلك دخل من دخل وتأول من تأول محتجا بفعل الصوفية والرافضة، يفسرون ويؤولون كما يشاءون ويكون ظاهر وباطن، وهذا هو معنى الباطني. ولهم معتقداتهم، طالما أن مصدر التلقي ليس القرآن والسنة، فإذا ستكون معتقداتهم يعني كفرية، لن تكون معتقداتهم معتقدات سليمة. ثم ذكر بعد الرافضة قال: أما علماء الكلام فمصدر التلقي عندهم هو العقل. فلما نسمع ونقرأ العقل لا يأتي إلى ذهنك أنه عقلك أو عقلي أو حتى عقل مشايخهم. هم يقصدون هنا بالعقل يخالف العقل، يخالف العقل يعني يخالف المنطق، ويخالف المنطق المنطق اليونان، ويخالف علم الكلام. هذا عندهم العقل. جعلوا عقل أرسطو هؤلاء اليونان وأفلاطون وأفلاطين وسقراط، جعلوا عقولهم حكما على نصوص الكتاب والسنة، فحرفوا نصوص الكتاب والسنة. أما العقل كلنا عند العقل، ذلك العقل، والعقل هو مناط التكليف. عندنا عقول، هل نحفظ؟ هل نفهم؟ هل نكلف بالعبادة أصلا؟ الجواب لا. فلذلك كلمة العقل عندهم لا يسمى به العقل البشري العادي، وإنما يقصدون به ما أخذوه من علم اليونان، من منطق اليونان. والكلام في هذا كثير، لكن يعني حسبنا أن نقول أن علم يعني علماء الكلام جاءوا بمصطلحات يعني غير موجودة حتى في اللغة العربية، وجعلوا هذه المصطلحات حكما على نصوص الشرع، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا فيما سبق يعني شيء منها. ثم قال المؤلف: أما سائر المذاهب الفكرية والاتجاهات الباطلة، الآن تكلم عن الأديان السابقة، ثم تكلم عن الفرق الموجودة في الإسلام، ثم الآن يتكلم عن المذاهب الفكرية المعاصرة. قال: كالشيوعية والعلمانية. الشيوعية يعني هي مذهب نشأ على يعني في روسيا، وهذا المذهب من اسمه مأخوذ ايش؟ الشيوع، وكذلك له اسم الاشتراكية، الاشتراك. فهذا مثلا أن كل شيء من ثروات الدولة وكل شيء من البشر مشترك ويشاع أيضا، فيحاربون الملكية الخاصة. كل شيء بالدولة، والدولة توزع على المجتمع، حتى الاشتراك في الزوجات إلى غير ذلك من يعني الأمور التي يسيرون عليها وقد
بنوا مذهبهم على الإلحاد، إنكار وجود الخالق، إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. وهذا المذهب كان فتنة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وانتشر انتشارا كبيرا بين المسلمين سواء عرب وغير عرب. ومع سقوط دولتهم التي كانوا يتغنون بها، لكن مع ذلك بقي من يعتقد هذه الافكار. الاتحاد السوفيتي لما سقط، هذا مع سقوط الشيوعيه، والان حتى الشيوعيه في روسيا اخذت تنمو منحى اخر وتترك الشيوعيه شيئا فشيئا. اما في بلاد المسلمين فهناك شيوعيون واشتراكيون اشد من الاشتراكيه والشيوعيه الاصليه، والعياذ بالله تعالى. طبعا هي كفر، ليست لا تمت الاسلام بصحه، ولكن من فتنتها في ذاك الوقت هناك من المسلمين من الف مؤلفات بان الاشتراكيه هي الاسلام، و يعني لا داعي يعني للتوسع في هذا، بل ان بعضهم ألف كتابا مثلا بأن أبي ذر رضي الله عنه أول اشتراكي في الإسلام، إلى غير ذلك من الخرافات. فإذا لم تت يعني مصدر التلقي عند هؤلاء مبني على ايش؟ أفكار من وضعها، وطبعا إذا قرأت أنتم في الشعر وأردت أن تقرأ في الفراق تجد أن أصل نشأتها كان على يد اليهود. اليهود يخرجون بهذه الأشياء والمخترعات لأجل شيء واحد، ما هو؟ السيطرة على العالم، السيطرة على الناس، أفكارهم وأموالهم ومقدراتهم وكل شيء. وظهر في مقابل الشيوعية العلمانية أو العلمانية التي تمثلها الرأسمالية، كما أن الشيوعية تجعل المال المباح أو يعني يوزع بين الناس، الرأسمالية لا، العكس، أن يكون رأس المال في يد أناس قليلون، وهؤلاء يعني يتحكمون في باقي البشر، يتحكمون في باقي الناس، باقي الناس عمال عندهم. وهذه العلمانية أيضا لا يعني تتلقى من رؤوس مؤسسيها، من رؤوس مؤسسيها ومنظريها. والآن ترى العلمانية تحت مسمى الديمقراطية يريدون نشرها يعني رغما عن الناس. هم يقولون العدل والمساواة والحرية، لكن لما تأتي المسألة عند أفكارهم لا عدل ولا مساواة ولا حرية، لابد أن تطبق أفكارهم على الجميع. ولذلك اتركوا المسلمين في حالهم يعبدون الله كما يشاءون، اتركوا لهم حريتهم. لا، لا ينبغي ان تكون مسلما، لابد ان تكون مثلنا. يحاربون الاسلام ويحاربون المسلمين بكل ما اوتوا من طرق. اذا هؤلاء على ما اعتمدوا؟ قال المؤلف فانها تعتمد في تقرير مبادئها على زباله افكار المنحرفين ونحاتة أذهان الكفرة الملحدين الذين يحكمون أهواءهم وشهواتهم في عباد الله. الحمد لله جعلنا مسلمين. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي بحمد الله سالمة مسلمة من هذا الدجل والزيف. ما معنى الزيف؟ وعن الدجل الكذب. والزيف هو الشيء المبهرج، يعني يعطي في الظاهر خلاف الواقع. فالآن مثلا الحضارة الغربية الآن المهيمنة على العالم كله، هل هي في حقيقتها حضارة ذات أسس ومبادئ؟ الجواب لا، هي مبنية على القوة بلا أخلاق ولا مبادئ. القوي يحكم و
ولا بد للضعيف ان يستجيب لحكم القوي. اي عدل في هذا واي مساواه واي حريه يعني كما يزعمون؟ هذا كله زعم كاذب، هذا كله زعم كاذب. اذا هذا هو الامر الاول من خصائص عقيده اهل السنه والجماعه، الا وهو سلامه مصدر التلقي، ياخذون من الوحي العصمه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نقول بكتاب الله ليس معنى انهم يفهمون كما يشاءون، حتى فهمنا لنصوص كتاب السنه مقرون بفهم السلف. فالسلف الصالح رحمه الله تعالى هم الذين نقلوا لنا كتاب السنه. هل نقلوه مجردا او نقلوه بالفهم؟ نقلوه بالفهم، ففهمهم مقدم على فهم غيرهم. لماذا؟ لان فهمهم هو الذي ارتضاه الله عز وجل وزكاه في كتابه، كذلك زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر. أما يعني من خالف أهل السنة فإنهم يأخذون ويتبعون اجتهادات مشايخهم ومؤسسيهم، وهذه الاجتهادات لو أنها مبنية على أصول صحيحة لقلنا على رأس العين، ولكنها اجتهادات مبنية على الهوى وعلى الجهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الخصيصة الثانية. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثانيا، أنها تقوم على التسليم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنها غيب، والغيب يقوم على التسليم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فالإيمان بالغيب من أعظم صفات المؤمنين التي مدحهم الله عز وجل بها، كما في قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذلك أن العقول لا تدرك الغيب ولا تستقل بمعرفة الشرائع على سبيل التصديق لأنزها وقصورها. فكما أن سمع الإنسان قاصر وبصره كليل وقوته محدودة، فكذلك عقله. فتعين الإيمان بالغيب والتسليم لله عز وجل. أما العقائد الأخرى فلا تسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل تحكمها الآراء والعقول والأهواء. ومنشأ فساد الأمم والأديان إنما هو تقديم العقل على النقل، والرأي على الوحي، والهوى على الهدى. نعم، هذه الخصيصة أيضا مهمة. الآن من الذي خلقنا؟ الله سبحانه وتعالى. هل تركنا بلا أمر ولا نهي؟ الجواب لا، بل أرسل إلينا رسلا وأنزل على الرسل كتبا. ما وظيفة الرسل وظيفة الكتب؟ هداية البشر إلى ما يحبه الله ويرضاه. هل البشر يدركون كل شيء؟ الجواب لا. أنا ما المدارك أو وسائل الإدراك عند البشر؟ السمع والبصر وكذلك العقل، هل هذه محدودة أو غير محدودة؟ محدودة. الآن نحن نرى،
لكن أنتم الآن ترون ما الذي خلف هذا الجدار؟ هل ترونه؟ بصرك انتهى، بصرك انتهى. السمع الآن يعني قد تكون تمشي نملة بجوار بجواركم أو بجوار أحدكم، هل يسمع مشيها؟ لا يسمع، لأن سمعه إدراكه محدود، إدراك السمع محدود. كذلك العقل، هل أنت تدرك كل شيء وتفهم كل شيء؟ ولذلك قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل الإدراك. فيبدأ الإنسان يتعلم شيئا فشيئا شيئا فشيئا ويبقى يتعلم إلى أن يموت. ومهما أوتي من العلم فإنهم قليلين، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك إذا جاء الأمر أو النهي عن الله سبحانه وتعالى فإننا نسلم لله عز وجل، وإذا جاء الأمر أو النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نسلم للرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى التسليم؟ أننا نؤمن به كما جاء، نؤمن به كما جاء. ولذلك أنت مسلم، أنت مسلم. لماذا سميت مسلما؟ لأنك تسلم لله، تسلم للرسول. ولذلك ماذا عرف الإسلام؟ الاستسلام، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فأنت إذا جاءك الأمر تقول تسلم، تطيع. جاءك النهي تسلم، لا تفعل. هذا هو الاستسلام. وكذلك سمي المسلم مسلما لماذا؟ لأنه يسلم الناس من لسانه ويديه، يسلمون من شره. فالإسلام استسلام لله وانقياد لأوامره واجتناب لنواهيه سبحانه وتعالى. قال لنا الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. كثير من الأمور عقيدة بالنسبة لنا، هل هي غيب أو شهادة؟ كثير من الأمور العقيدة هي غيب. أركان الإيمان أن تؤمن بالله، هل رأينا الله؟ هو غيب بالنسبة لنا. ملائكته غيب، ورسله غيب، كتبه ما عندنا إلا القرآن الكريم مكتوبا في المصاحف ومحفوظا في صدور الرجال، أما الكتب الأخرى فهي يعني دخلها التحريف. اليوم الآخر غير، القدر، والقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل، وهو بالنسبة لها أيضا غير. لا ندري ما الذي يقدره الله عز وجل، لكن إذا وضع أقول هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الشخص أن يجادل في كل شيء من هذه الأمور فإنه لن يؤمن بها أصلا، لن يؤمن بها أصلا، ويكون مليء بالشكوك ومليء بالشبهات، فلن يسلم ولن يسلم لله سبحانه وتعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولماذا نسلم؟ لأننا نعلم يقينا أن هذا من عند الله، وأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كما ذكرت قبل قليل، نحن نأخذ كتاب الله ونفهمه من فهم السلف، ونأخذ أيضا ما صح
على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا نفهمه بفهم السلف. وطبعا أنتم فهمتم يعني مستقر عندنا كما مر معنا في الدرس الماضي أن السلف كل من تقدمك، سلفك كل من تقدمك. وذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف أو انتسب إليه أو انتسب إليه أو اعتزى أو انتسب إليه واعتزى إليه، بل يقبل ذلك منه إجماعا. فنحن لما نقول فهم السلف أي فهم من تقدمنا من أهل العلم، لا نستقل بالفهم بأنفسنا. طيب، قال الشيخ حفظه الله: فالإيمان بالغيب من أعظم صفات المؤمنين التي مدحهم الله عز وجل بها. وهذا في مطلع القرآن في السورة الثانية في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كأن سائلا سأل: ما صفات هؤلاء المتقين؟ فقال: أول صفة ما هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة. ولذلك لما جاء كفار قريش إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد حادثة الإسراء والمعراج، فقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعرج به إلى السماء، ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: انتظروا حتى أتثبت أو كذا. قال: إن كان قد قال فقد صدق، نحن نصدقه فيما يأتي به من السماء ويقول هذا من عند الله، ألا نصدقه إذا قال ذهبت إلى بيت المقدس في ليلة وعرج به إلى السماء؟ فهذا الأصل، هذا الأصل، وهذا الذي طبقه الصحابة رضي الله عنهم، وشواهد ذلك وحوادثه كثيرة. يعني كل سيرة الصحابة رضي الله عنهم إنما هي تسليم لله وتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يجعل العقل حكما على الشرع نقول له: أنى لك ذلك؟ العقل هو مخلوق وهو هبة من الله عز وجل لنا، وهو مناط التكليف. فالمجنون لا يكلف، والنائم لا يكلف، والصبي لا يكلف. فالواجب إذن أن يكون العقل تابع للشرع وليس حكما على الشرع. فالشرع قاض يعني قاضي، والعقل شاهد، والقاضي له أن يطرد الشاهد متى شاء، لكن الأصل هو حكم القاضي. قال: ذلك أن العقول لا تدرك الغيب. الآن الذي خلف الجدار بالنسبة لنا غيب، من يدرك هذا؟ لا أحد يدركه. ذلك أن العقول لا تدرك الغيب ولا تستقل بمعرفة الشرائع على سبيل التفصيل لعجزها وقصورها. إلا لو جلس العقلاء يفكرون ويفكرون ويفكرون، هل سيأتوا بشريعة يعني كاملة من جميع الوجوه ولا نقص فيها؟ الجواب لا. ولقصور العقول أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. هناك من يعني كان يوصف برجاحة العقل ولكنه عنده صنم يعبده، يعبد حجر، منهم من يعبد شجر، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد الكواكب، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد بشر مثله. أين العقل؟ وذلك المسألة ليست بالعقول، وإنما باتباع ما يهدي العقول. والهداية إنما هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن سمع الإنسان قاصر وبصره كليل، إيش يعني كليل؟ ضعيف. أنت لك تنظر إلى حد معين، لكن ما بعد ذلك لا تستطيع، وقوته محدودة.
فكذلك عقله. فتعين الإيمان بالغيب والتسليم لله عز وجل. وأنا أتعجب أشد العجب ممن يترك التسليم للوحي ويتبع ماذا؟ يتبع أقوال بشر مثله. هؤلاء البشر مثلك، يعني أنت لو كنت مكانهم ممكن تأتي بكلام مثل كلامهم أو أفضل من كلامهم، فلماذا تسلم عقلك لعقل آخر؟ ثم كل واحد منا عنده عقل، أنا عندي عقل وأنت عندك عقل وأنت عندك عقل وهذا عنده عقل، أي عقل من هذه العقول يحكم على البقية؟ لا يوجد، كل إنسان يرى أن عقله أفضل عقل. فلماذا فضلتم هؤلاء على غيرهم؟ قال المؤلف حفظه الله: أما العقائد الأخرى فلا تسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل تحكمها الآراء والعقول والأهواء، آراء الرجال وعقولهم الفاسدة وأهواؤهم المضلة، ومنشأ فساد الأمم والأديان إنما هو تقديم العقل على النقل والرأي على الوحي والهوى على الهدى. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. لو سئل أي إنسان من عامة الناس: عندك وحي وعقل، ماذا تقدم؟ سيقول: أقدم الوحي. لكن نجد أن أساطين وكبار منظري علم الكلام يقعدون قاعدة أن العقل يقدم على النقل. الله أكبر. طبعا يأتون بتأويلات ويأتون بكلام كله مرفوض ولا يقبل. ولذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا، على هذه القاعدة، على الرازي في هذه القاعدة التي ابتدعها في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، مطبوع في 9 مجلدات، درء تعارض العقل والنقل. العقل الصحيح أو العقل السليم مع النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارضا. إن وقع التعارض قد يكون العقل سقيم وقد يكون النقل غير صحيح، يعني النقل صحيح ولكن العقل لا يفهم فهم الصحيح، أو أن يكون الحديث مثلا ضعيفا أو يكون موضوعا. وما أكثر انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس والتي يتعاملون معها وكأنها أحاديث في البخاري ومسلم. فلا يمكن أن يتعارض العقل السليم على النقل الصحيح، ولا يمكن أن يقدم الرأي على الوحي. وفي مثل هذا نتذكر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخوف أولى من ظاهره. الآن أنت لما تمشي على الأرض، ما الذي وأنت تلبس الخف، ما الذي يلمس الأرض؟ الباطن، باطن القدم، باطن الخف، أليس كذلك؟ طب أنت لما تلبس الخف على طهارة وتريد أن تمسح عليه 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، لما تريد تمسح، هل تمسح ظاهر الخف، ظاهر القدم، الظهر أم البطن؟ الظاهر، نمسح الظاهر. العقل والرأي يقول أنت تمشي على الأرض وباطن القدم هو الذي يلمس الأرض، إذن نمسح الباطن. لكن المسألة ليست بالرأي وليست بالعقل، وإنما المسألة بإيش؟ بالاتباع. فالشرع قال تمسح الظاهر نسلم، نقول سمعنا وأطعنا. ولذلك يعني كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله والرسول يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الأمر. وكذلك الهوى على الهدى، عكس الهدى الهوى. الهوى ما تهواه النفس، وقد يكون هوى النفس مخالف للشرع، فأيهما يقدم؟ لا شك أن الشرع هو الذي يقدم، الشرع هو الذي يقدم. الآن أنت تحرم نفسك من أشياء كثيرة لا تفعلها، هي محرمة، والنفس قد يعني تشتهيها، قد تطلبها، لكنك لا تفعلها، لأنك تقدم الوحي، تقدم الشرع على هوى النفس. ننتقل إلى الخصيصة الثالثة، وهي موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف حفظه الله: موافقتها للفطرة القويمة والعقل السليم. فعقيدة أهل السنة والجماعة ملائمة للفطرة السليمة، موافقة للعقل الصريح. فالعقل الصريح الخالي من الشهوات والشبهات لا يناقض النص الصحيح السالم من العلل والقوادح. أما العقائد الأخرى فهي أوهام وتخرصات تعمي الفطرة وتبلد العقول. ولهذا لو قدر أن إنسانا تجرد من كل عقيدة وصار قلبه خاليا من كل حق وباطل، ثم نظر في العقائد صحيحها وباطلها بعدل وإنصاف وفهم صحيح، لاستبان له الحق، ولا أدرك أن المسوي بين العقيدة الصحيحة وغيرها من العقائد الأخرى كالمسوي بين الليل والنهار. نعم. الفطرة، ما المقصود بالفطرة؟ هي أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالله عز وجل فطر الناس وخلق الناس على هيئات معينة، يعني في مظهرهم الخارجي، وكذلك في قلوبهم. فالناس مفطورون على التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالأصل هو التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يهودانه يجعلانه إيش؟ يهوديا. ينصرانه يجعلانه نصرانيا. يمجسانه يجعلانه مجوسيا. هل انتهى الحديث؟ لا، له تكملة وله تتمة. قال صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ الكلام غير واضح. إيش معنى هذه الجملة؟ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. من فهم أو من يعرف المعنى؟ البهيمة لما تنزل من بطن أمها تنزل كاملة أو لا؟ كاملة. كما تنتج، كما تولد، كل مولود يولد على الفطرة، حتى تفهم الحديث، تربط أوله بآخره. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، كما تلد البهيمة بهيمة كاملة، هل ترون فيها من جدعاء؟ الجدع هو إيش؟ القطع. فالبهيمة تنزل كاملة، لكن نرى بعض البهائم مقطوعة الأذن أو مقصوصة. من الذي قصها؟ من الذي قطعها؟ هل هي نزلت بهذا النقص؟ الجواب لا، الإنسان هو الذي قطع.
لماذا يقطع يعني يقطع يفعل الناس هذا الفعل في البهائم حتى يعني تكون علامة على صاحبها؟ هذا يسمى الوسم. يسمى إيش؟ الوسم. فتجدهم يضعون مثلا علامات، يأتون بحديدة مثلا حرف، مثلا مثلا خط مائل أو رقم مثلا مستقيم، فيضعون الحديد في النار ثم يسمون به البهيمة. ومثلا إذا رأينا الأذن اليمنى مقطوعة من أعلى نعرف أن هذه البهائم لفلان، إذا رأينا الأذن اليسرى هي المقطوعة تكون هذه البهائم لفلان، إذا كان ربع الأذن ثلث الأذن، يعني حتى لا تختلط البهائم مع بعضها، وإذا سرق شيء يعرف أن هذه البهيمة لفلان. من الذي اعتدى على البهيمة بهذا النقص؟ هو الإنسان البشر، لكن هي في أصل خلقتها تنزل كاملة. وهكذا الإنسان لما يولد يولد كامل في أعضائه وكذلك في فطرته، التوحيد في فطرته. من الذي يبدل ويجعل فيه النقص والتحريف؟ الأبوان، لأنه هما اللذان يقومان بتربيته وتنشئته. أما الآن في وقتنا كما هو موجود في بلاد الغرب، المجتمع هو الذي ينشئ، أو الدولة كما هو موجود الآن، ونرى في بعض المقاطع أن يعني المهاجرين الذين يهاجرون إلى دول الغرب كما حدث بعد أحداث سوريا، فإنهم يعني إذا خالف الآباء قوانين الدولة التي تنبني على الحرية المطلقة وممنوع أن تتكلم بالدين أو تقول حلال أو حرام، إذا اكتشفوا أنك تفعل هذا يأتون ويأخذون أولادك من أمام عينيك ويذهبون بهم إلى المراكز الخاصة لتنشئهم على الإلحاد وعلى الكفر والعياذ بالله تعالى. إذن الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي التوحيد هنا، وكذلك يولد كاملا. ولا يمكن أن تجد شيئا في العقيدة الإسلامية، في عقيدة أهل السنة والجماعة، يخالف الفطرة. ولذلك كما قال المؤلف: لو قدر أن إنسانا تجرد من كل عقيدة وصار قلبه خاليا من كل حق وباطل، ثم نظر في العقائد صحيحها وباطلها بعدل وإنصاف وفهم صحيح لاستبان له الحق. وهذا صحيح، وشواهده كثيرة، نسمع من كثير ممن أسلم: لماذا أسلمت؟ يقول: أنا درست في النصرانية حتى أصبحت قسا وأصبحت من علماء اللاهوت وحصلت أعلى الدرجات والمراتب، لكن ما زلت أشعر بضيق في الصدر، فأخذت أدرس الأديان الأخرى، فدرست اليهودية ثم درست البوذية ثم درست الإسلام، فوجدت أن الحق والذي ترتاح له النفس هو الإسلام، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. كذلك لو خلي بين إنسان ونفسه يعني منذ ولادته ولم يؤثر عليه والداه بالتربية والتنشئة، فإنه سيكون على التوحيد، إفراد الله عز وجل بالوحدانية، وأن يعلم أن الله عز وجل في السماء في العلو. ولذلك يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة والمأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إثبات العلو للعلي الغفار سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في السماء مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. عامة المتكلمين ماذا؟ ينكرون هذا الأمر ويقول: أنتم مجسمة وأنتم وأنتم. وكان يعني والد إمام الحرمين الجويني يشرح ويقرر هذا الأمر وأن الله بلا مكان وإلى آخره. فجاءه الهمذاني
فقال له أسألك سؤال يا شيخ؟ قال نعم. قال أريدك أن تفسر لي ما هي تلك الضرورة التي أجدها في نفسي أنني في الدعاء أتجه إلى أعلى. أنت لما تدعو الآن تقول يا رب، تجد أنك تسأل الذي في الأعلى، نفسك تذهب إلى تطلب من الذي في العلو، لا تذهب يمينا ولا شمالا ولا إلى أسفل، أليس كذلك؟ ففكر فكر فكر أبو المعالي الجويني ثم قال حيرني الهمذاني. شيء في الفطرة، شيء في الفطرة، وأنت في سجودك وجبهتك على الأرض ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى. فإذا هو شيء موافق للفطرة. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر يعني أمثلة عجيبة يعني لموافقة الفطرة لعقيدة العلو. فلا يمكن أن تجد أي شيء في عقيدة أهل السنة والجماعة يخالف الفطرة، بل تجد أننا في كثير من المسائل يذكر أهل العلم يقول ودليل هذه المسألة الكتاب والسنة والفطرة والعقل. إذا لا تخالف الفطرة السليمة أو الفطرة القويمة، ولا تخالف العقل السليم، ولا تخالف العقل السليم. إذن قال في فعقيدة أهل السنة والجماعة ملائمة للفطرة السليمة موافقة للعقل الصريح. إيش المقصود بالعقل الصريح؟ العقل الخالي من الشبهات والشهوات، خالي من الشبهات والشهوات، لا يناقض النص الصحيح السالم من العلل والقوادح. أما العقائد الأخرى فهي أوهام وتخرصات، التخرص الظن، تعمي الفطر وتبلد العقول. ثم ذكر أن لو قدر أن إنسانا تجرد من كل عقيدة وصار قلبه خاليا من كل حق وباطل، ثم نظر في العقائد صحيحها وباطلها بعدل وإنصاف وفهم صحيح لاستبان له الحق، ولا أدرك أن المسوية بين العقيدة الصحيحة وغيرها من العقائد الأخرى كالمسوي بين الليل والنهار. هل يستوي الليل والنهار؟ لا يستويان، كما لا يستوي الظل والحرارة. فكذلك لا يستوي الحق والباطل، كذلك لا يستوي الحق والباطل. ننتقل إلى الخصيصة الرابعة. أحسن الله إليكم. الرابع اتصال سنده بالرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة الدين قولا وعملا واعتقادا. وهذه الخصيصة من خصائص أهل السنة، قد اعترف بها كثير من خصومها كالشيعة وغيرهم. فلا يوجد بحمد الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة ليس له أصل أو مستند من الكتاب والسنة أو عن السلف الصالح، بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة فلا سند لها من الكتاب أو السنة أو عن السلف الصالح. نعم، سبق وأن ذكرت لكم هذا الأمر، أنا مما يميز عقيدة أهل السنة والجماعة اتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة الدين قولا وعملا واعتقادا. أي شيء نقوله نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول قال أبو بكر أو عمر، أو قال مجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم من يعني ومن سار على نهجهم وعلى هديهم، وهذا في كل المسائل. لكن انظر في باقي الفرق، نادرا ما يقولون قال الله يستدلون بآية، ونادرا ما يستدلون بالسنة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل من عجائبهم أنهم يردون الأحاديث الصحيحة بحجة أنها أحاديث أحاد،
ثم إذا استدلوا يستدلون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، يعني تركت الصحيح بحجة أنه أحد ثم تأتي تستدل بحديث ضعيف أو موضوع، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم لا يميزون ولا يفرقون، وإنما أي شيء لا يستطيعونه يقولون هذا حديث أحد، والأحد لا يؤخذ بها في العقيدة. قبل فترة قرأت عبارة أن رجلا قال لبشر المريسي، وهو يعني من علماء الكلام ومن أهل البدع الكبار، بل ممن يعني كفره الشافعي رحمه الله كما مر معنا سابقا، جاءه رجل قال لو قلنا، لو رددنا الكتاب والسنة مباشرة، أو لو رددنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة لا كفرونا، أخرجونا من الإسلام. فماذا قال له بشير المريسي؟ قال إذا سمعت أي حديث قل هذا حديث فيه علة، خلاص. إيش العلة؟ ما حد يسألك ما هي العلة، يعني ترده بأنه حديث يعني لا يصح ومعلول. وهذه طريقتهم، وهذه طريقتهم، الحديث الصحيح يردونه، ثم إذا استدلوا تجدهم يستدلون بحديث ضعيف أو موضوع. فالمسألة عندهم هوى صرف، ليست مبنية على قواعد ولا على أصول. وكذلك ذكرت لكم فيما سبق، لو نظرت في أي فرقة من الفرق تجدها تتوقف أو يتوقف سندها عند من؟ عند من أنشأها وعند مؤسسها. فمثلا المعتزلة إلى من ينسبون أقوالهم؟ بدأ من واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. الأشاعرة، طبعا هؤلاء توفوا في آخر القرن الأول، الأشاعرة أبو الحسن الأشعري. ومتى توفي أبو الحسن الأشعري رحمه الله؟ 324، القرن الإيش؟ الرابع. طيب قبل أبو الحسن الأشعري هل كان هناك شيء اسمه أشعرية؟ سند مقطوع، ما في سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الجهمية قبلهم، الماتريدية معهم، وهكذا. الصوفية، كلمة الصوفية، كلمة الصوفية أصلا اختلف في اشتقاقها، ولا توجد في لغة العرب أصلا بهذا الاسم، قيل من الصوف، قيل من الزهد. ما علاقة هذا الصوف وعلاقة الزهد بما يعني هم عليه من عقائد وسلوك؟ لا رابط بينها. الفرق المعاصرة مثلا جماعة الإخوان المسلمين، أصولهم التي يسيرون عليها الأصول الـ20 التي وضعها مؤسسهم حسن البنا رحمه الله، ثم يرون أنهم هم أهل الإسلام وهم جماعة الإسلام. طيب نقول لهم أفيقوا، قبل حسن البنا وقبل أن تنشأ جماعتكم هل كان المسلمون على ضلال؟ ما كان في إخوان مسلمين وجماعة إخوان المسلمين والأصول التي تسيرون عليها أنتم الآن، هل كان المسلمون على ضلال؟ جماعة التبليغ، جماعة الياسوية، جماعة محمد الياس اللي كان دهلوي، الذين حصروا الدين في صفات 6 والخروج 3 أيام في الشهر و40 يوم في السنة و4 شهور في العمر. الذي وضع هذه القواعد والأسس محمد الياس الكندهلوي الصوفي، الذي كان يأخذ البيعة على 4 طرق صوفية: الجشتية والنقشبندية والسهراوردية والقادرية. ولما سئل ابنه وخليفته محمد يوسف الكندهلوي عن هذه البيعة قال نعم، لأنها هذه الطرق هي المنتشرة في شبه القارة الهندية، ونحن إذا لم نبايع الناس على هذه الطرق سيذهب يبايع غيرنا. سبحان الله، هل إنسان سني سلفي موحد يقبل بأن ينتمي إلى هذه الطرق؟ لا يمكن، لما فيها من الشرك والبدع والخرافات. طب قبل محمد، طبعا ويرون أنهم هم على الحق وأنهم هم الفرقة الناجية وأن كل الناس على ضلالة،
وأن الذين يشتغلون بالعلم ويعلمون الناس هؤلاء يعني أعمالهم مردودة وغير مقبولة ولم يفهموا الإسلام الصحيح. طب قبل محمد إلياس الكندهلوي أين جماعة التبليغ؟ غير موجودة. طب الأمة كانت ضالة هذه القرون كلها، 10 قرون أو 13 قرنا مضت حتى جاء الكندهلوي، هذا عجب. فهذا كله يدل على أن أسانيدهم منقطعة ولا تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم يقولون يعني دعوتنا على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لا والله ليس هذا طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا وتربوا في مدرسة النبوة. قال الشيخ حفظه الله: وهذه الخصيصة من خصائص أهل السنة، قد اعترف بها كثير من خصومها كالشيعة وغيرهم. الشيعة الرافضة كل شيء قال للإقالة يعني ينسبون إلى يعني آل البيت، آل البيت، ونادر ما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدين كله حصروه ويأخذونه من آل البيت كما مر معنا في مصادر التلقي قبل قليل. قال: فلا يوجد بحمد الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة ليس له أصل أو مستند من الكتاب والسنة أو عن السلف الصالح، بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة فلا سند لها من الكتاب أو السنة أو عن السلف الصالح. تجدهم يردون يعني علماء الكلام يردون الأحاديث الصحيحة بحجة أنها آحاد، ثم يأخذون كلام أرسطو وسقراط وأفلاطون وأفلاطين وهي بلا أسانيد أصلا تذكر في الكتب والله أعلم بصحتها بصحة نسبتها إليهم، وهذا يدلك على الخلل الذي هم يعني يعيشون فيه. ننتقل إلى الخصيصة الخامسة. قبل أن ننتقل إلى الخامسة، أحد عنده سؤال فيما مضى يا شباب؟ أحد عنده سؤال فيما مضى؟ طيب نواصل. خامسا، أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: الخامسة الوضوح والسهولة والبيان، فهي عقيدة سهلة واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، فلا لبس فيها ولا غموض ولا تعقيد ولا التواء، فألفاظها واضحة ومعانيها بينة يفهمها العالم والعامي والصغير والكبير، فلقد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن الأمثلة على وضوحها ما جاء في حديث جبريل المشهور: فلقد انتظم هذا الحديث أصول الإسلام، أصول الإسلام بمنتهى اليسر والسهولة. نعم، فلقد انتظم هذا الحديث أصول الإسلام. أحسن الله إليكم. فلقد انتظم هذا الحديث أصول الإسلام بمنتهى اليسر والسهولة والوضوح والبيان. وأمثال ذلك من أدلة كثيرة، فهي أدلة قاطعة جلية واضحة تسبق إلى الأفهام ببادئ الرأي وأول النظر، ويشترك كافة الخلق في إدراكها. فأدلة الكتاب والسنة مثل الغذاء، مثل الغذاء. اكسر الغين غذاء. أحسن الله إليكم. فأدلة الكتاب والسنة مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، بل كالماء الذي ينتفع به الصبي والرضيع والرجل القوي والضعيف. فأدلة الكتاب والسنة سائغة جلية تقنع وتسكن النفوس وتغرس في القلوب الاعتقادات الصحيحة الجازمة. ألا ترى أن من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وأن التدبير لا ينتظم في دار واحدة بمدبرين، فكيف ينتظم بمدبرين. أحسن الله إليكم. وأن التدبير لا ينتظم في دار واحدة بمدبرين، فكيف ينتظم في جميع العالم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأن من خلق
علم ثم خلق كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه الأدلة وأمثالها تجري مجرى الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيا كل شيء حيا. طيب السهولة أو الوضوح والسهولة والبيان، لماذا هي واضحة ولماذا هي سهلة ولماذا هي مبينة؟ لأنها هداية للناس. هل يمكن أن تكون الهداية يعني بشيء غير مفهوم أو شيء يحتاج إلى كثير تفكير وقد يهتدي إلى الجواب الصحيح وقد لا يهتدي؟ أهل الكلام جعلوا نصوص الكتاب والسنة مثل الألغاز، صعبة وغير واضحة، وهذا يعني غير صحيح، بل نصوص الكتاب والسنة واضحة وسهلة وبينة. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر، القرآن ميسر، ونحن عقيدتنا نأخذها من الكتاب والسنة. قال الشيخ حفظه الله فهي عقيدة سهلة واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار فلا لبس فيها ولا غموض ولا تعقيد ولا التواء، فألفاظها واضحة. طبعا واضحة لمن عرف اللسان العربي، أما الذي لا يعرف اللسان العربي فيحتاج إلى أن يتعلم يعني الألفاظ ويعرف المعاني. ولذلك نحن نقرأ يعني في آيات كثيرة ويمر بنا كلمات لا نفهم معناها، فالواجب علينا أن نرجع ونقرأ المعنى حتى إذا رجعنا وقرأنا الآية نفهمها، وسنجد أن الأمر سهل ويسير، وسنجد أن الأمر سهل ويسير، لكن لابد من العلم. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. وأنتم تعلمون أن الناس في وقتنا هذا يعني ابتعدوا عن اللسان العربي الفصيح، ولا أعني الأعاجم الذين يتعلمون اللغة العربية، لا أعني العرب أنفسهم. لو ذهبنا إلى بلاد العرب هم يتكلمون العربية لكن ليست العربية الفصيحة. ولذلك كما يقول أحد يعني زملائنا يقول نحن وإياكم يا يعني نحن وإياكم أيها العرب كلنا نتعلم اللغة العربية، أنتم عرب الآن بالاسم لكن في الفصحى ونحو ذلك كل والقواعد كما أننا نتعلم نحن الإندونيسيون أنتم أيضا تتعلمون. وكلامه صحيح، وكلامه صحيح، نحن عرب لكن نتكلم بالعامية، والعامية كثير منها أو أغلبها مأخوذ من الفصيح مع تحريف، ولكن لابد من التعلم، نتعلم قواعد اللغة بأنواعها أو علوم اللغة بأنواعها ونتعلم المعاني. فمن تعلم المعاني كان الأمر سهلا ويسيرا، كان الأمر سهلا ويسيرا إن شاء الله تعالى. ومعاني النصوص يعني أو العقيدة أهل السنة يفهمها العالم والعامي والصغير والكبير. فلقد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. طبعا هذا الذي يفهمه نقول العالم والعامي، يعني العامي يعني يفهم أدنى المستويات. ولذلك جاء الشرع بالحث على طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، و
بين الله عز وجل منزلة أهل العلم ومنزلة العلماء، فيجب على الجميع التعلم. طيب، قال الشيخ: ومن الأمثلة على وضوحها ما جاء في حديث جبريل المشهور لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن علامات الساعة. فالإسلام والإيمان والإحسان هذه هي أصول الإسلام، وهي سهلة وميسرة. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طبعا ما يتعلق بها من أحكام يحتاج إلى تعلم، ما يتعلق بالشهادتين وصحة الصلاة والصيام والزكاة والحج. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا أيضا يحتاج من الإنسان أن يتعلم علم العقيدة، فإذا دخل في كتب العقيدة لن يجد فيها تعقيدا، وإنما سيجدها سهلة وميسرة. إيش الفرق بين كتب المتقدمين وبين كتب المعاصرين؟ طبعا لما أقول متقدمين، من تقدمنا؟ ثم إذا أردنا أن نفصل كل وقت وكل زمان نفصل، لكن نأخذ فرق عام. ما الفرق بين الكتب التي ألفت قبلنا بمئة سنة وما قبلها، والكتب التي ألفت في وقتنا الحاضر؟ الاختلاف في شيء واحد، ما هو؟ الأسلوب. لكل عصر طريقته في الكتابة وطريقته في العرض، فالطريقة في عصرنا الآن تختلف عن من قبلنا. دعونا نرجع إلى من قبلنا. أول ما بدأ التأليف في العقيدة كما مر معنا، وهذا ذكرني بالواجب الذي طلبناه منكم قديما، وبعضكم ما شاء الله يعني أجاب، وبعضكم يعني أراني إياه مكتوبا، وبعضكم أرسله يعني إلكترونيا، فنريد من الجميع أن يعني يبادر بهذا الواجب لما فيه من أهمية. المهم، أول ما بدأ التأليف في مسائل العقيدة بدأ في إيش؟ بالتأليف بالأسانيد، يذكر المسائل بالأسانيد والأبواب، ووجد في أبواب في البخاري وفي مسلم وأبي داود وكتب السنن عموما وغيرها. وقبلها ألفت كتب مستقلة في الردود على الجهمية والمعتزلة، فتجدهم يذكرون بالأسانيد ويردون كل شيء بالأسانيد. ثم بعد ذلك أصبحت الأسانيد دونت وحفظت موجودة، تغير أسلوب الكتابة، أصبحوا لا يذكرون الإسناد وإنما يعزون إلى الكتب التي أسندت. والآن أصبح لا، كما ترون بهذه الطريقة، هذا الآن الكتاب، طريقة العرض، ونقاط 1، 2، 3، ويذكر المسألة ثم يذكر التخريج أو المصادر التي نقل منها في الهامش. فالمسألة اختلاف ماذا؟ اختلاف العرض وطريقة العرض فقط، لكن العقيدة هي هي. وكتب الأسانيد كما مر معنا لما درسنا في مسميات العلم العقيدة وأخذنا كما كبيرا من الكتب المطبوعة، ورأينا أن العقيدة تذكر بالإسناد. لماذا أذكر هذا؟ طبعا هي لا تخلو أبدا من آيات وأحاديث ونصوص، لأن الحزبيين المعاصرين يعني غاضهم هذا الأمر، وغاضهم أن السلفيين يدعون إلى العقيدة أهل السنة، إلى العقيدة الصحيحة. هم كلهم أصحاب أهواء إلا من رحم ربي، فتجد أحدهم يهون من شأن العقيدة ويقول العقيدة سهلة ويسيرة، وتستطيع أن تعلم العقيدة كلها في ساعة واحدة. هل هذا صحيح؟ هل تستطيع أن تعلم العقيدة كلها في ساعة واحدة؟ مستحيل. لكن هذا تهوين، هذا لا يعني هو لا يريد يبين أن العقيدة كما هنا سهلة واضحة، لا، هو يريد يبين لماذا أنتم تفنون السنوات الطويلة في تعليم العقيدة؟ يا أخي في ساعة واحدة أنا أعلمك العقيدة كلها،
ما شاء الله. فجاء متحذلق آخر بعده وقال، طبعا نحن في زمن السرعة، زمن السرعة شبت شبت، فقال تستطيع أنك تعلم العقيدة في 10 دقائق، نحن الآن لنا ساعة ونصف ونحن نشرح في خصائص أهل السنة وما زلنا في يعني في الخصيصة الخامسة، بقي عندنا 25 خصيصة، لسه 30 خصيصة ذكرها المؤلف، وهذا يريد يعلم العقيدة في 10 دقائق. هذا للتنفير، ليس يعني للحث أو للتشجيع على تعليم العقيدة. شخص ثالث يريد أن يصرف الناس عن العقيدة السلفية تماماً وعقيدة أهل السنة والجماعة، ماذا يقول؟ يقول وقد عزف كثير من الناس عن دراسة العقيدة لأنها نصوص جامدة. إيش نصوص جامدة؟ عقيدة أهل السنة تمتاز عن غيرهم كما قلنا في الخصيصة قبل هذه أنها كل شيء بالسند، قال الله، قال رسول الله، قال أبو بكر، قال عمر، يعني ينسبون إلى ينقلون أو عن الله وعن رسوله وعن الصحابة والتابعين. فأين النصوص الجامدة؟ ثم ماذا يقصد بالنصوص الجامدة؟ إيش هي؟ وهل هناك نصوص ما شاء الله تتحرك يعني، أو نصوص مرنة؟ فهذا كله يعني يصدر للأسف ممن تجده كثير اللحية ويلبس شماغ وثوب قصير، لكن هو تلبس في الظاهر كأنه سلفي، لكنه في الباطن حزبي يبغض أهل السنة ويبغض عقيدة أهل السنة والعياذ بالله تعالى. ثم يبين المؤلف حفظه الله يسر العقيدة ووضوحها، فقال وأمثال ذلك من الأدلة كثيرة، فهي أدلة قاطعة جلية واضحة تسبق إلى الأفهام ببادئ الرأي وأول النظر، ويشترك كافة الخلق في إدراكها. لما تقرأ كتاب نصوص كتاب والسنة وأنت عندك فهم للغة العربية فإنك تفهم يعني المراد. ثم يأتي بعد ذلك الفرق بين الناس المتعلم والجاهل، طالب العلم والعالم. قال ويشترك كافة الخلق في إدراكها، فأدلة الكتاب والسنة مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان. أنت تسمع آية تفهم منها فهم واحد أو فهمين، شخص آخر يسمع يفهم 10، فهم ثالث يسمع منها 100 يفهم منها 100. يعني مثلا مثال سورة الفاتحة كم آية؟ 7 آيات بالإجماع، ما في خلاف. لو قلت لك فكر الآن، أريد منك جواب، كم فائدة تستطيع أن تستخرج من هذه 7 آيات من سورة الفاتحة؟ أقل شيء لن يكون أقل من 7، صحيح؟ لو كل آية فائدة فإنك ستخرج 7 فوائد، أليس كذلك؟ طيب شخص آخر استنبط من كل آية فائدتين، كم فائدة؟ أصبح 14. شخص ثالث استنبط من كل آية 3 فوائد، 21 فائدة، وهكذا. طيب تتوقعون كم فائدة ممكن نستنبط من الفاتحة؟ 40، 30، 50، ما تتوقعون؟ قرابة 100، قرابة 100 فائدة. ولذلك انظر في الكتب التي أفردت في تفسير الفاتحة وبيان فوائدها والاستنباط منها، ككتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم رحمه الله. الطبعة القديمة كانت 3 مجلدات،
ثم أربع مجلدات الطبعة حديثة أظن، والأحدث طبعة في الكتاب أظن في خمس مجلدات أظن. هذه كلها في فوائد من الفاتحة. والرازي لما يعني في تفسيره جمع كل ما يتعلق بالفائدة بالفاتحة، سواء له علاقة بالتفسير أو ليس له علاقة بالتفسير، فسرها في مجلد. ومن المعاصرين من أخرج أيضا تفسير سورة الفاتحة في مجلد، منهم من فسرها في أربع صفحات، منهم من فسرها في 20 صفحة. طب ما الفرق؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ويدلك على إيش؟ تفاوت الناس في الفهم، تفاوت الناس في الفهم. كذلك الأحاديث، الإمام الشافعي رحمه الله نام على جنبه ذات ليلة فجاءه حديث فأخذ يفكر فيه إلى أن طلع الفجر، واستنبط منه الفوائد الكثيرة اللي هو حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، طرق الحديث والروايات الحديث، ويستنبط فوائد ويستنبط فوائد. أظن خرج ب64 فائدة أو نحو ذلك. مثلا حديث، وهذا يدخل في هذا كله يدخل الآن في أحاديث الأحكام واستنباط الأحكام من الأحاديث. حديث ذو اليدين في سجود السهو، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ألف فيه الحافظ العلائي مجلد طبع فيها بهذا الحجم فقط في استنباط الفوائد من هذا الحديث. فهذا فضل الله يؤتي من يشاء، والناس يتفاوتون. فكلما ازددت علما كلما ازددت فهما، وهنا يحدث التفاوت بين الناس. قال المؤلف حفظه الله: بل مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، بل كالماء الذي ينتفع به الصبي والرضيع والرجل القوي والضعيف. فهكذا عقيدة أهل السنة، الكل ينتفع بها. فأدلة الكتاب والسنة سائغة جلية تقنع من القناعة، تقنع وتسكن النفوس، وتغرس في القلوب الاعتقادات الصحيحة الجازمة. مثلا أعطى مثال قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أي إنسان لو عامي يقرأ يسمع هذه الآية ويقرأ هذه الآية ماذا يفهم؟ يفهم أن الذي قدر على الابتداء على إنشاء الإنسان من العدم قادر على أن يخرجه يوم القيامة. طبعا هذا يعني استدلال على المشركين، لأنهم كانوا ينكرون البعث، ينكرون البعث. فهذا استدلال، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كما أنه قادر سبحانه وتعالى أن يبدأ الخلق أن يجده من العدم، هو قادر أن يخرجه بعد أن يموت. أيضا قوله تعالى: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا دليل واضح يفهمه أي أحد أن تدبير الأمور لا بد أن ينفرد به واحد. فلو كان في بيت واحد الرجل يدبر والمرأة تدبر، يعني رأي الرجل هو يمشي ورأي المرأة يمشي، المرأة تقول رأيه هو الصواب ورجل يقول رأيه هو الصواب، هل ستسير حياتهما؟ ستفسد. طبعا معلوم أن القوامة للرجل ليست القوامة للمرأة. فقال هنا: وأن التدبير لا ينتظم في دار واحدة بمدبرين، فكيف ينتظم في جميع العالم؟ إذا كان في بيت واحد لا يمكن أن يستقيم بمدبرا، كيف العالم هذا كله؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلق يعلم، هل يمكن أن يخلق وهو لا يعلم؟
لا يمكن. فهذه الاستدلالات طبعا يعني واضحة وسهلة ولا تحتاج إلى مزيد فهم أو إلى مزيد تفكير. ولكن طبعا إذا طلبت العلم ودرست وقرأت ستجد أنك أيضا ممكن تستنبط فوائد كثيرة جدا من هذه الآيات. قال المؤلف حفظه الله: فهذه الأدلة وأمثالها تجري مجرى الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالقرآن فيه حياة، القرآن فيه حياة للناس كلهم، والقرآن كتاب هداية وأنزله الله سبحانه وتعالى لهداية البشر، ولم يستمع إليه أحد وهو يعني يريد الحق إلا وهداه الله سبحانه وتعالى للحق. أما من كان معاندا أو كان صاحب هوى فهذا لا حيلة فيه، فهذا لا حيلة فيه. إذن عقيدتنا سهلة وواضحة، وكما يقولون وبضدها تتميز الأشياء. اقرأ أي كتاب من كتب علم الكلام، أي كتاب مختصر أو مطول بلا شرح، هل ستفهم؟ ستجد أنه مليء بمصطلحات علم الكلام. ثم لو قرأت شرحا لهذه العبارات وهذه الكلمات تجد أن الشرح يحتاج إلى شرح غير مفهوم. ولعلي ذكرت لكم أن مرة أوقفني أحد الإخوة لما كنت في الأردن فقال: لو سمحت يا شيخ أريد أن أسألك سؤال. تفضل. فأعطاني أوراق، 3-4 أوراق، فقال لي: ما رأيك بهذا الكلام؟ نظرت: اقرأ اقرأ. قلت: ما هذا؟ لماذا تسأل؟ قال: عندنا شخص يوزع هذه الأوراق على العوام في المسجد ويقول: هذه عقيدة يجب أن تحفظ. فقلت له: ارجع إليه فإن استطاع أن يفسر لك هذا الكلام فنقول كلامك يعني ممكن يعني ننظر فيه. الكلام الصفحات مصورة من كتاب يعني مشهور بأنه يعني مغلق لا يفهم، الفتوحات المكية لابن عربي الصوفي، عبارات غير واضحة وغير مفهومة. إذا كان القرآن جعلوا له ظاهر وباطن، كذلك كلامهم جعلوا له ظاهر وبواطن، ليس كما تفهمون، مقصوده كذا ومقصوده كذا، يعني كلام عجيب غريب. فالخلاصة أنك الآن لو ذهبت الآن في تقرأ في أي كتاب في المذهب الأشعري في المعتزلي لا تكاد تفهم منه شيء، لا تكاد تفهم منه شيء. لكن امسك أي آية، اقرأ أي آية، أي حديث ستفهم. ولذلك تجد كتبهم غالبا يندر أن يذكر فيها آية أو حديث، من النادر أن يذكر فيها الآيات أو يذكر فيها الأحاديث. لماذا؟ نرجع إلى مصدر التلقي، لأنهم لا يتلقون عقيدتهم لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتلقونه من إيش؟ من أقوال علمائهم الذين يستندون على منطق اليونان وعلى علم الكلام. الكلام في هذا كثير، الكلام في هذا كثير، ولكن حتى تعلموا أن المسألة يعني خطيرة وليست سهلة، تجد أن أحدهم يذكر في تفسير القرآن يقول هكذا: وإذا خالف القرآن كلام أئمتنا
فإننا نقدم كلام آئمتنا على القرآن. لو سكت هنا الأمر يعني يكون خفيف نوعا ما، لكن لأكمل قال: لأن ظواهر الكتاب والسنة كفر. أعوذ بالله، هذا موجود في حاشية الجمل على تفسير الجلالين، طبعا كتاب غير مشهور غير معروف لكن موجود، أهل الاختصاص يعرفونه. وذكر هذه عند قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، في سورة الكهف. وقد رد عليه الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان برد طويل جميل قارب 100 صفحة. المهم أن هؤلاء عندهم قواعد وعندهم أصول ينطلقون منها، ومن هذه أنهم لا يقيمون للقرآن والسنة وزنا والعياذ بالله تعالى. نأخذ السادس أو عندكم سؤال؟ عندكم أسئلة؟ نعم تفضل. بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخنا، بارك الله فيك. بعدما قرأنا المميزات الخامس الوضوح وسهولة والبيان في العقيدة على السنة، هل نستطيع أن نقول أن كل الآيات في القرآن التي تتكلم عن العقيدة كلها نحكمها بأنها محكمات شيخنا، يستطيع أن يفهمها كل ناس يعني؟ هل نستطيع أن نقول ذلك؟ بارك الله فيك. نعم الكلام نعم صحيح، يستطيع أن يفهمها كل، لكن نقيد كما أخذنا، من سلم من الشبهات والشهوات. يفهمها كل من سلم من الشبهات والشهوات. من كان نشأ على مذهب من مذاهب أهل الكلام كالأشعرية مثلا، لا يمكن أن يفهم النصوص فهما صحيحا. ولكن من لم يتأثر بهذه الفرق وبعلم الكلام فإنه سيفهم الفهم الصحيح إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخنا. السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيك، أخذ بظاهر القرآن شيخنا، الأخذ بظاهر القرآن شيخنا، فما نصيحتكم في ذلك؟ لأن بعض الناس يعني يحذرون عن هذا، يعني خطير أن تأخذ بظاهر القرآن حتى بظاهر الحديث. لابد أن تستطيع، عندك علم في الأصول، عندك علم في شرح الحديث كذا يا شيخنا، فما نصيحتكم لذلك؟ هو المقصود بظاهر القرآن ليس الظاهر المتبادر إلى ذهنك وأنت لم تتعلم. الأصل نقول المتبادر إلى الذهن القارئ الذي يكون يعني عربيا سليقة ويعرف اللسان العربي. أما كما قلت لكم الآن، العرب أنفسهم لا ينطبق عليهم هذا الكلام، بل يحتاجون إلى تعلم اللغة وإلى تقويم ألسنتهم. فكلمة نأخذ ظاهر القرآن، نعم من كان متعلم ويعرف يعني أصول العلم يقول الظاهر كذا، أما العامي لا، يعني يرجع إلى التفسير مباشرة. أما هذا الذي يقول الظاهر كذا فهذا يكون قد درس وتعلم وقرأ، فليس الظاهر الذي يتبادر إلى ذهنك أنت هكذا مجردا. ولذلك كم من آية لما كنت تقرأها من غير أن ترجع إلى التفسير أو تعرف التفسير تظن أن المعنى كذا لأن هذا الذي تبادر إلى ذهنك، لكن لما قرأت التفسير وإذ بها يعني لا علاقة له بفهمك. فإذا لابد من العلم، لابد من طلب العلم. ليس إنسان مبتدئ ولم يدرس أصلا ولم يقرأ تفسيرا في حياته يأتي يقول الظاهر كذا، هذه مزلة. ولذلك الذي يقول بلا علم يقع في القول بالرأي. وهناك حديث
يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذا الحديث طبعا اختلف أهل العلم ما بين مضعف له وما بين محسن، ولكن المعنى يعني صحيح. إذا قلت في القرآن برأيك وأنت جاهل ولم تكن تعلمت، ولو وقعت في الصواب فأنت تقع في الإثم، لأنك تجرأت على أن تؤول أو تفسر كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم. الذي يقول ظاهر القرآن أو ظاهر السنة هو الإنسان الذي يكون قد تعلم أصول العلوم وقرأها وفهمها، فهذا له أن يقول ذلك. أما طالب العلم المبتدئ أو العامي لا يجوز له أن يقول هذا. لكن إذا جئنا مثلا إلى مسائل العقيدة، فلما يأتيك الآن شخص ويقول لك مثلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أو السماوات مطويات بيمينه، فيقول يمينه القدرة، فأنت تقول له: لا، هذا يخالف الظاهر. الظاهر اليد يد، لماذا صرفتها عن هذا المعنى؟ فهنا طبعا من الذي يستطيع أن يقول هذا؟ العامي أو الذي تعلم؟ الذي تعلم، وقد يكون العامي تعلم هذه المسألة فيحاجج ويجادل فيها. لكن الحذر الحذر أن تأخذ حكما من آية أو من حديث بحجة أن هذا الذي ظهر لك وأنت يعني لم تكن قد درست المسألة وتعلمتها. وهنا يأتي مثل عبارات الإمام أحمد رحمه الله الذي يقول: إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تفتي من عندك، فأنت لست بمجتهد حتى تستنبط يعني الأحكام. لكن من كان متعلما فهناك مستوى من الفهم يعني الكل يتساوى فيه ويستطيع أن يفهم الفهم الصحيح. لكن كما قلنا، الذي يستنبط من الفاتحة 7 فوائد مثل الذي يستنبط من الفاتحة 50 أو 60 فائدة لا يستويان. ما الذي جعل هذا يستنبط هذا العدد الكبير من الفوائد؟ هو العلم، أنه طلب العلم وتدرج وارتقى حتى وصل إلى هذا المستوى من الفهم. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كان سؤال ثالث بعد. أوتر لا بأس. شيخنا بارك الله فيك. الآن مثلا رجل إندونيسي ما يفهم العربية، عامي، يأخذ المصحف مع الترجمة شيخنا، يقرأ ترجمة ويستفيد منه، هل هذا يجوز؟ يعني أخذ فوائد من هذه الترجمة شيخنا. نعم، الترجمة مقصود بها ترجمة معاني القرآن، وهذا أقل الواجب عليه، لأنه لا يحسن لسان العربي وعنده ترجمة المعاني، فهذا أقل الواجب أن يقرأ الترجمة. لكن هناك من الترجمات ما هي ترجمات صحيحة وموثوقة، ومن الترجمات ما يكون فيها خطأ، وأظن هذا لا يخفى على المتخصص في هذا. فيعني ينشر بين الناس الترجمات الموثوقة والتي يعني سارت على عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك سارت في استنباط الأحكام يعني استنباط صحيح لا تعصب فيه لمذهب على مذهب، كان يقول هذا تفسير أو ترجمة على مذهب الشافعي، وهذا تفسير معاني على مذهب الحنفي، وهذا على مذهب المالكي أو نحو ذلك، فنقول هذا يعني يبتعد عنه. وإنما غالبا هذه الترجمات ترجمات مختصرة، ترجمات مختصرة ليست كالمطولات. فنحن نحث عامة الناس أن يقرأوا ترجمات، لأنهم لا يفقهون اللسان العربي، وهناك كما قلت ترجمات موثوقة يعني يقرأها الإنسان وهو مطمئن. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. سؤال أخير شيخنا. تفضل. الله يبارك فيك. ذكرت الرازي يا شيخنا. إيش؟ الرازي، أنت ذكرت الرازي له تفسير في صلاة الفاتحة، هو الرازي اللي صاحب أساس التقدير شيخنا.
صاحب إيش؟ أساس تقديس كتاب نعم. أساس تقديس هو شيخنا. نعم نعم. الرازي فخر الدين الرازي متوفى 606 له يعني مؤلفات في العقيدة الأشعرية وكذلك له التفسير الذي سماه التفسير تفسير الرازي فتوح الغيب أو لا ولا فتوح الغيب للطيبي تفسير الرازي سبحان الله ذهب الآن اسمه طيب المهم فتفسيره تفسير كبير ويعني حرص فيه أن يجمع كل شيء حرص أن يجمع فيه كل شيء حتى قيل أو قال قائل تفسير الرازي أظن التفسير الكبير هو حوى كل شيء إلا التفسير فإذا كان هناك آية فيها يعني فيها في الفلك يتكلم في الفلك شيء في الطب يتكلم في الطب و نعم تفسيره اسمه التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب وكان يذكر في مسائل العقيدة شبهات المعتزلة ويتقنها ثم إذا جاء الرد كان الرد ضعيفا ولذلك اشتهرت العبارة أن الرازي ذكر شبهات المعتزلة نقدا والرد كان نسيئة وطبعا هو تأثر بالاعتزال وكثير من أقواله والتي سار عليها متأخر الأشاعرة هي في حقيقتها أقوال للمعتزلة هي في حقيقتها أقوال للمعتزلة نعم يجوز نرجع إليه يا شيخ نرجع إليه ونقرأ ونأخذ منه يجوز يعني لنا أن نقرأ منه ونرجع ونأخذ كالمصدر في التفسير لا هذا لا يقرأ فيه المتخصص إذا كان تخصصك في التفسير وعلوم القرآن ولا تحتاج إليه في البكالوريوس في مرحلة متقدمة ماجستير أو دكتوراه ترجع إليه أما الأصل يعني أنه كتاب يعني من الرأي من التفسير بالرأي المذموم من التفسير بالرأي المذموم ولكن لا يخلو من فائدة ولكن من الذي يرجع المتخصص والذي يستطيع أن يميز الصحيح من السقيم بارك الله فيك وجزاكم الله خير أحد له سؤال طيب نقف أو نواصل ما رأيكم تفضل ما أحسن الكتب التي تتحدث عن ماذا الفرق عن قيد الفرق بالتفصيل خاصة داخل الإسلام فرق داخل الإسلام إيش أحسن الكتب التي تتحدث عن قيد الفرق بالتفصيل خاصة ماذا الفرق التي داخل الإسلام يعني تريد كتابا نعم نعم. في الفرق نعم. طيب الكتب التي تتحدث عن الفرق كثيرة الكتب التي تتحدث عن الفرق كثيرة لكن للأسف أغلبها ألفها علماء الكلام ألفها علماء الكلام لكن من الكتب الأثرية السلفية كتاب التنبيه والرد للملطي كتاب التنبيه والرد للملطي هذا الإمام الملطي سلفي أثري من السلف متقدم لا أظن من ممكن في القرن الرابع أو الخامس وكتابه التنبيه والرد وهو كتاب صغير مطبوع أيضا من الكتب وهي لعلماء الكلام مثلا الفرق بين الفرق البغدادي الأشعري وكتاب الملل والنحل للشهرستاني الأشعري
وكذلك أو من كتب المقالات كتاب الإمام الأشعري أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهذا ألفه بعد رجوعه إلى مذهب أهل السنة إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع. ومن أوسع الكتب في هذا كتاب الإمام ابن حزم الفصل في الملل والنحل. وطبعا ابن حزم يعني في العقيدة كان على عقيدة علم الكلام، في العقيدة كان على عقيدة أهل الكلام، وكما قال يعني بعض العلماء ليته بقي في الظاهرية كما أنه كان ظاهريا في الفقه لو أنه كان ظاهريا في العقيدة كذلك. هذه أشهر الكتب في الفرق، هذه أشهر الكتب في الفرق. هناك كتاب للعمراني اليمني عقائد الفرق 73، وحقق في رسالة أظن ماجستير أو دكتورة تحقيق شيخنا الأستاذ الدكتور سعود الخلف، مطبوع في مجلدين. هذه هي أشهر الكتب المؤلفة في الفرق للمتقدمين. المعاصرون كتب كثيرة وكلها نقلت عن المتقدمين، كلها نقلت عن المتقدمين. ومر معنا أظن هنا في أحد الهوامش أظن مختصر الفرق والمذاهب المعاصرة للدكتوران ناصر الكفاري وناصر العقل. أظنه مرة أو لم يمر. عموما هذا من الكتب التي ألفت لطلاب الجامعات للدكتور ناصر الكفاري والدكتور ناصر العقل، كتاب مختصر جميل مفيد إن شاء الله. ذكرنا الأستاذ خالد محمد خالد بكتاب الدكتور غالب العواجي رحمه الله في مجلدين، وكانت رسالة دكتوراه الفرق والمذاهب المنتسبة للإسلام أظن هكذا اسمه، مطبوع في مجلدين، مطبوع في مجلدين. نعم تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال قد بينتم آنفا بيانا مختصرا عن الاشتراكية وكذلك الشيوعية، والشيوعية بلغتنا هل هي كومونيس الشيوعية؟ لا أدري إيش. نعم طيب كومونيس نعم. ثم هناك ذكر في الكتاب آخر قرأته اشتراكية شيوعية وبعثية، ما معنى بعثية هنا؟ لا نفس الشيء. البعثية هي ظهرت، البعثية البعث حزب البعث، ويعنون به القومية العربية، فظهر في سوريا وفي العراق. النظام الحاكم الحالي في سوريا ينتسب إلى حزب البعث، وكذلك الحزب الذي كان أيام صدام حسين في العراق ينتمي إلى حزب البعث. وحزب البعث أسسه رجل نصراني اسمه موشيل عفلق، قومية عربية، فأراد بعث الأمة العربية، فظهر بهذه الأفكار، ولكن أيضا مع الاشتراكية والشيوعية. فذلك الاشتراكية والشيوعية والبعث هي أسماء لمسمى واحد، أسماء لمسمى واحد. وسؤالك ذكرني بكتاب معاصر وهو أوسع كتاب في الفرق، يذكر الفرق القديمة
ويذكر الفرق المعاصرة والأديان كذلك، وهو كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، طبع مؤسسة أو الندوة العالمية للشباب في جدة، مطبوع في مجلدين كبيرين وموجود PDF، وهو كتاب مناسب يعني معاصر يعني بلغة العصر، يعني عبارته سهلة، وبعد كل فرقة أو مذهب أو دين يذكر لك المراجع التي يعني يرجع إليها في دراسة هذا المذهب أو هذه الفرقة أو هذا الدين، وهو يعني مفيد جدا. نعم، وتجد فيه تفصيل الشيوعية والاشتراكية والبعثية والرأسمالية والعلمانية بكلام معاصر يعني واضح إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. ما زال موجود؟ لا، العراق الآن يعني لا يستطيعون الظهور لأنهم محاربون، لكن قد يظهرون فيما بعد، الله أعلم، لا ندري. لكن في سوريا ما زال الحزب بعث هذا الذي قائم، ما زال قائما. نعم، أي سؤال؟ طيب، نقف إذن عند الخصيصة السادسة. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، نبدأ منها إن شاء الله السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس. يعني المطلوب منكم مراجعة ما أخذنا وإتمام الواجبات، إتمام الواجبات، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.